طبعا لا تزال هذه الدبابة تفصل بين الثوار وبين كتائب الأسد، واستطاع الإخوة المقاتلون التقدم قليلا إلى بعض الأبنية. نلاحظ هنا علم لتجمع اليوتو كتائب العزة التابع للجيش السوري الحر ضمن غرفة عمليات مورك الموحدة. طبعا هذه الأبنية استطاع الثوار الوصول إليها وتطهيرها من رجس عصابات الأسد. وتبقى هذه الدبابة نقطة الفصل، هذا يعني أن هناك تقدم للثوار وليس أي تقدم لقوات النظام. سنحاول رصد الخطوط الأمامية على الجبهة الجنوبية. هنا الحركة سريعة، طبعا هنا يرابط المجاهدون من تجمع الويتو كتائب العزة التابع للجيش السوري الحر ضمن غرفة عمليات مورك الموحدة. ويسرنا أن نلتقي بالقائد العسكري والناطق العسكري لتجمع الويتو كتائب العزة ضمن غرفة عمليات مورك الموحدة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أخي. نحن سمعنا بالأمس كانت اشتباكات عنيفة وضارية بينكم وبين كتائب الأسد، فحبذا لو وضعتنا بصورة هذه الاشتباكات. في جبهة مورك بشكل إجمالي امبارح الجبهة الشرقية إخواننا المرابطين على جبهة مورك الشرقية تم الحمد لله تحرير أكثر من نصف المنطقة أو الحارة الشرقية ما شرق الاستراد، الحمد لله رب العالمين. تم تدمير دبابات أو مدرعات دبابة أو بي إم بي وعطب آليات وقتل الكثير من الخنازير أو الشبيحة الموجودين في تلك المنطقة، الحمد لله رب العالمين. وعلى الجبهة الجنوبية؟ الجبهة الجنوبية لا زالت الأمور في حالة الرباط والاستعدادات جائرة بشكل دائم، إلا أنه إحنا في عنا حدث شغل جديد مبارحيات يعني مغايرة عن كل يوم. النظام من خلال تصفحنا نحن للفيسبوك والانترنت نشر على الصفحات الخاصة للأسدي على أنه قال من أسبوع مضى أنه أخذ نقاط جديدة على جبهة مورك الجنوبي، عبيوهم مشاهدينه وأحباء والناس المؤيدة له على أنه عمل انتصارات، هي انتصارات وهمية، هي بالأساس بيوت مهملة نحن تاركينها قصدا مجال للحركة بالكمائن المتقدمة والكمائن المتأخرة. فقدم الجيش حط عليها علم امبارح، شبابنا الأشاوس والإسباع القبضيات فدخلوا على البناء نزلوا العلم السوري وحطينا عليه نحن بس إشارة بس مو أكثر أنه نحن قادرين نفعل أكثر من هيك، بس ولكن يعني تنويه. حطينا علم العزي تبع التجمع تبعنا هاي بس يعني مشان اخواننا ما يزعلوا باقي التفاصيل، واغتنمنا بعض الزخائر وقذائف البي ام بي اسم الار بي جي التاركها الجيش عند هروبه من تلك النقطه. اخي ابو رضوان، نحن لاحظنا طبعا العلم تجمع اليوتو كتائب العزي التابع للجيش السوري الحر يرفرف على احد الابنيه التي كانت تتواجد فيها قوات النظام، وما علمنا به من حسب وسائل اعلام النظام انه استطاع ان يبث صور بالقرب من الدبابة المدمرة وعليه علم النظام. هذا يعني أنكم تقدمتم قليلا في الحي الجنوبي. أخي نقطة باردة، يعني تقدم مو تقدم، هاي نحن قلت لك بناء مهمل بيننا وبين الجيش، له بحسن ياخذها ولا نحن بدنا اياها يعني بالاساس، نحن تركين مجال امان، يعني هي عمليا جبهه رباط لبين ما يتم احداثات او تكتيكات عسكرية جديدة عم تقوم عليها المجاهدين في كافة الجبهات إن شاء الله في المنطقة. هاي الأساس. يعني هل يستطيع النظام الوصول إلى هذه الأبنية؟ الموضوع الوصول بيوصل له 5 دقائق، بنرد علينا احنا بالمضادات تبعيتنا، بنرد بنرجعه مدحور إلى جحور. هل هناك خسائر في صفوف قوات النظام لهذا اليوم؟ والله اليوم بالضبط يعني لسه ما صار عندنا اشتباكات. مبارح كان في خسائر كبيرة، اليوم لسه الأمور لسه تبارد شوي، يعني كونه من المبارح كان دائما اللي اعتدنا عليه في معارك مورك النهار اللي بيكون في معركة اليوم الثاني يكون عندهم إدارة هنا. لاحظنا اشتباكات على الجبهة الشرقية وهدوء نسبي على الجبهة الجنوبية، هذا الهدوء منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة هي عم اقول لك يعني نتائج المعركة السابقة امبارح شو صار في اثار للدمار والقتل والاصابات عند العدو وعند اخواننا، فدائما تكون في برود إعادة هيكلية صفوف الكان إنه والكان للجيش. هو في عنده بعيد ترتيباته شو ما يدرس المنطقة، ونحن كمان عندنا ترتيباتنا الخاصة مستعدين إن شاء الله لأبعد من ذلك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. إذن هذا هو الحال على الجبهة الجنوبية، هدوء نسبي تشهده الجبهة الجنوبية. طبعا يزال الأخوة يرابطون عليها
استطاع النظام الوصول إليها ووضع العلم السوري وقام بتصويره على وسائل إعلامه أن قواته الماثلة استطاعت تهريب الحي الجنوبي من مدينة دمشق. وقام الإخوة بتنزيل العلم السوري ورفع علم تجمع الكتائب العزلي على هذا البناء. كان معكم محمود الحموي، المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة، 29/4/2014.